البداية لكم مني جميعا كل التحايا، وحييكم عاليا، وحيي الأساسيد من داخل التنسيقية الوطنية الأساسدة الذين فرض عليهم التعاقد ندين بشدة الحكم الجائر على أستاذنا بوجمعة الذي حكم تلامذته ألا وهو القاضي الذي حاكم عليه بشهرين نافذة غرامة مالية قدرها 40,000 درهم. نحيي عاليا أساتذة فوز 2020 الذين بدأوا مشوارهم النضالي، مشوار التضحية، مشوار الصمود، مشوار الموت دفاعا عن مجانية التعليم، دفاعا عن كرامات الأستاذ. نقول لهذا النظام القائم نحن فوج 2020 سائرون على درب رفاقنا، على درب الأساسيد الذين فرض عليهم التعاقد قبلنا. سنناضل، سنقاتل من أجل التلميذ، من أجل مجانية التعليم، من أجل المدرسة العمومية. نحن الآن نأخذ الإضراب لثلاثة أيام المستطر ومخرجات المجلس الوطني، وبعده سنخوض إضراب آخر يوم 23 تزامنا مع 23 مارس الحركة التلاميذية. ونحييكم عاليا ونحن قادمون.